ومعنا مباشرة من بني سويف الجديدة كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية حدثنا عن محطة المعالجة الثنائية بمدينة بني سويف الجديدة، أهمية هذا المشروع وما يقدمه لأهالي المنطقة ويحسن من حياتهم اليومية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل بني سويف الجديدة هي جزء امتداد لمحافظة بني سويف وامتداد للتطويرات الأخيرة والتجديدات الأخيرة في عدد كبير من المجالات داخل المحافظة. ربما اليوم في محافظة بني سويف سنشهد العديد من الافتتاحات، وربما من أهمها جامعة بني سويف الأهلية وأيضا محطة معالجة المياه الثنائية هنا في بني سويف. محطة معالجة المياه هنا الثنائية في بني سويف لقلاط الصعيد بني سويف مميزة بكثرة الأراضي الزراعية، ولكن أيضا بجانب كثرة الأراضي الزراعية التطويرات الخاصة بالشوارع والميادين الخاصة بمحافظة بني سويف وتحديدا بني سويف الجديدة بها العديد من التشجير والميادين التي يعني نالت حظ كبير من التطوير الخاص بزيادة الأشجار وزيادة المساحات الزراعية. محافظة بني سويف أو محطة المعالجة الثنائية ببني سويف الجديدة تستهدف 26 ألف متر مكعب. هذه يعني القدر الكبير من المياه سيتم استخدامه إما لإيصاله لأماكن المختلفة للزراعة والأراضي الزراعية أو حتى للأماكن الجديدة التي تم زراعتها، وجزء أيضا من فكرة استصلاح الأراضي الزراعية. ولكن بني سويف بشكل عام هي أرض خصبة وجاهزة دائما للزراعة، لذلك جزء من أهمية الحفاظ على الموارد المائية والحفاظ على مورد المياه الرئيسي للزراعة واصلاح الزراعة هنا في بني سويف هي هذه المحطة التي توفر كما ذكرت 26 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ثنائيا. المعالجة ثنائيا أي مرحلتي للمعالجة، مرحلة أولى للتخلص من الشوائب، مرحلة ثانية للتخلص من الطبقات الخاصة بالزيادات داخل المياه، أما المرحلة الثالثة هنا التي ممكن أن تستخدم فيما بعد للشرب لصالحها للشرب الآدمي، ولكن هذه ليست للشرب الآدمي، هي فقط مرحلتي للمعالجة ليتم استخدامها في الزراعة، ليتم استخدامها في المساحات الزراعية المختلفة. تأتي هذه المحطة في على يعني ليست بعيدة من الطرق الرئيسية أو حتى ليست بعيدة من التطويرات الأخيرة، منها جامعة بني سويف الأهلية التي أيضا سيتم افتتاحها اليوم، جزء من الخدمات الكبيرة التي تقدم. هذه المحطة جزء من أكثر من 36 أو 37 محطة معالجة مياه تم التعامل معهم أو إنشاؤهم بالفعل خلال آخر عامين في محافظات الصعيد بشكل عام. نعم. أما على مدار السنوات الماضية فكان هناك العديد من محطات المعالجة الأخرى، ليست فقط في الصعيد ولكن أيضا في محافظات أخرى. كريم، دعني أسألك عن رد فعل المواطنين يعني بهذه المشروعات وهذا التطور الكبير اللي أنت تحدثت عنه في بداية حديثك، من الشوارع، الطرق، محطات معالجة مياه، يعني رأيهم في هذه الطفرة التنموية الكبيرة اللي تشهدها المحافظة كما ذكرت يعني بعد السنوات من الإهمال. ربما الأهم اليوم في هذا الافتتاح كما ذكرت هي الوصول المباشر للمواطن داخل محافظة بني سويف وتحديدا الصعيد. نال الصعيد يعني حظا سيئا كثيرا خلال السنوات الماضية كما ذكرت من الإهمال وعدم الاهتمام بالبنية التحتية سواء كانت بالمياه أو غير المياه، لذلك جاءت هذه المبادرات المختلفة من إنشاء المحطات الجديدة، وأيضا جزء من إنشاء هذه المحطات كانت مبادرة حياة كريمة التي سعت مباشرة لتطوير حياة الريف المصري وأيضا قرى الريف المصري، بالإضافة لذلك أيضا الاهتمام بالإنسان، والاهتمام بالإنسان لا يعتمد فقط على البنية التحتية ولكن ما الخدمات التي تقدم للإنسان بشكل عام. المواطن المصري يعني يجد الآن جزء من هذه الخدمات التي افتقدها خلال فترات طويلة مثل هذه المحطة التي تعتبر جزء أساسي خصوصا في ظل الطبيعة الخاصة ببني سويف. والآن بني سويف تتحول ليس فقط لي كما كانت من قبل لمنطقة خاصة زراعية فقط، لكن أصبحت زراعية، مدنية، صناعية، تعليمية،
كل داخل هذه المدينة. ذلك التطوير لا يعتمد فقط أو لا يقتصر فقط إذا جاز التعبير على التطوير الخاص بمحطات أو إنشاء المحطات الجديدة وتطوير المحطات الجديدة، ولكن أيضا لجميع الخدمات من بنية تحتية، من تطوير طرق، من محطات معالجة، من أيضا جامعات مثل الجامعة الأهلية وغيرها من الخدمات. لذلك كانت هذا جزء أيضا من مبادرة حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة وما تفعله للقرى والمحافظات المختلفة خلال السنوات الماضية. 4200 قرية يعني جاري التعامل معهم من خلال مبادرة حياة كريمة، وجزء من هذه القرى أيضا داخل محافظة بني سويف، ولكن هذه المحطة وهذه الجامعة أيضا إضافية على مجهودات حياة كريمة داخل محافظة بني سويف. ذلك بالفعل المواطن ينتظر هذه التطويرات والتجديدات التي ستخدمه بشكل مباشر، وليست حتى على المدى البعيد ولكن أيضا على المدى القريب هنا بمحافظة بني سويف. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من بني سويف الجديدة.